نتعرف على صديقتنا في هذه المقابلة. ما اسمك؟ سلمى. كم عمرك؟ 16. من أكثر شخص تحبيه؟ أمي، لأنها تعب عشانك. ما أكثر شيء تحبيه؟ اللعب أو السباحة. كيف ترين الحياة بعد 50 عام من الآن؟ تطور العلم، تكنولوجيا، أن يكون فيه العلم أكبر من هلأ. من الشخص الذي تريدين أن تصبحي مثله عندما تكبرين؟ ماما، بحب دارتها. نحن الجيل المتقدم. نراكم إلى اللقاء.